نروح الأخبار عبد الله. يلا نروح. يلا بسم الله. الخبر الأول يقول النصر يبحث عن مدربه الثالث. رفض المدرب الوطني سعد الشهري تولي مهام إدارة النصر فنيا خلال الفترة الحالية. وهيغيتا يدير الأصفر مؤقتا، وتعتبر هذه المرة الثانية له بعد تغلبه على الوحدة دوريا. والإدارة فتحت خط مفاوضات مع العديد من المدربين، منهم السويسري من أصل تركي مراد ياكين. وعقد المدرب أو عقد المدرب القادم سيكون لمدة سنة ونصف، على أن تكون أول 6 أشهر إعدادا للموسم القادم. يعني عبد الله، يعني ألاحظ أنه تغيير المدرب، يمكن أنت والشارع الرياضي، تغيير المدرب عادة يعني في المنتصف أو في البداية، يعني ما في وقت أنه الفريق ينسجم معه اللاعبين. والله شف يعني مسفر، هي تختلف من بين ظروف الظروف. يعني مشكلة كانفارو أنه الرجل غير المناسب في الوقت غير المناسب، يعني كلها اجتمعت عليه. بس احنا لو نرجع لدونس اللي حقق نجاحات مع نادي الهلال، هو جاء في منتصف موسم تقريبا. اذا تعتمد على المدرب، على الظروف اللي في النادي. المدرب يقدر يخلق روح ترى بينه وبين الفريق، اتوقع اذا كان يعني ماشي على الخط صح. انا اعتقد العنوان الابرز الكنفار وفاقد الشيء ما يعطيك. خلينا نروح لخبرنا الثاني. الهلال يستعد للنهائي بمنازلة التعاون. تغادر بعثة الفريق للقصيم اليوم لمواجهة التعاون ضمن دوري جميل. والأجواء إيجابية بين الروماني دونيس واللاعب ناصر الشمراني، وتسعى الإدارة للتجديد للاعب فهد الثنيان واللي ينتهي عقده في يوليو المقبل. الجدير بالذكر أن إدارة النادي طلبت طاقم تحكيم أجنبي للقاء الاتحاد القادم ضمن بطولة الدوري. روح لخبرنا الثالث. شكر الله يضبط أو يضبط قمة الأخضر والإمارات. الحكم الكوري الجنوبي كيم دونغ جين يدير مواجهة منتخبنا والمنتخب الماليزي، ولقاء المنتخب السعودي أمام نظيره الإماراتي يقودها الحكم نواف شكر الله. والأخضر يتصدر مجموعته ب16 نقطة ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة. ورابعا كما عودناكم بإحصائيات، مدافعون حولوا التاريخ بأهدافهم الحاسمة مع أنديتهم. هدفي رضا تكر في مرمى سونغنام الكوري الجنوبي في نهائي آسيا 2004 ذهابا وإيابا، وثنائية أسامة المولد وحمد المنتشري في مرمى الهلال في نهائي الدوري 2007، وهدف محمد جحفلي في مرمى النصر نهائي كأس الملك 2015، وثلاثية الحبشي والتخيفي والبيشي على النصر في نهائي كأس الملك 89. عبد الله، كانت هذه أهم أخبارنا اليوم في المنتصف.